سمعان الشيخ ده ليه قصة، إنه كان أحد الشيوخ اللي جابهم بطليموس معاه علشان يترجموا العهد القديم. اليهود كانوا حريصين إن كتابهم ما يترجموهش لأي لغة، لأن هم عارفين إن الدين بتاعهم ما هوش دين كرازة، دين لليهود فقط. بطليموس كان في اسكندرية وكان مسؤول عن الشام ومصر، عمل مكتبة اسمها مكتبة الإسكندرية. من كتر حبه للكتب كان بيخلي السفن اللي بتيجي بدل ما تدفع جمارك تدفع كتب، وحط كتب العالم كلها في المكتبة بتاعته. فقالوا له في كتاب مش موجود عندك في مكتبتك. قالهم ايه هو؟ قالوا له كتاب اليهود الناموس بتاع العهد القديم. قال خلاص اجيبهم يترجموه من العبري لليوناني. قالوا له مش هيرضوا يترجموا لك، وان ترجموا لك هيضحكوا عليك. هو كان ذكي جدا، فراح دخل الهيكل وخد الكتب اللي موجوده في المكتبه. طبعا كان زمان الاسفار عباره عن رولات، فخد الرولات كلها، وخد من الكتبه 72 شيخ. الكلام ده سنه 300 قبل الميلاد. 72 شيخ منهم سمعان الشيخ، وهو جاي بيهم لمصر. اتنين منهم في سكه تعبوا وماتوا فاصبحوا 70، عشان كده الترجمه اسمها الترجمه السبعينيه، يعني اللي ترجموها 70 شيخ. وحط كل واحد في بلد، يدي ده مثلا سفر التكوين، ويدي التاني سفر الخروج. ده يترجم التكوين وده يترجم الخروج لليونان، وبعدين يعمل لهم عمليه تبديل. عشان ايه؟ عشان يخلي اللي خد الخروج يترجم واللي خد التكوين يترجم، ويقارن الترجمات عشان ما يكونوش ضحكوا عليه. فاضطروا غصب عنهم ان يترجموا الكتاب المقدس في عهد بطليموس الى اللغه اليونانيه بالكامل. من ضمن الحاجات ان سمعان الشيخ وقع في ايده سفر اشعياء عشان يترجمه، فجه عند الايه اللي بتقول هل عذراء تحبل وتلد ابن؟ قال انا انترجمت ليهم هل عذراء، هيتريقوا علينا وهيقولوا علينا في عذراء بتولد، فقال انا اكتب هالمرأة وهتبقى ماشيه، هالمرأة تحبل وتلد ابن. مسك القلم وكتب هالمرأة، القلم اتكسر، افتكروا انه عارض، فجاب قلم تاني وابتدى هيكتب هالمرأة، راح اتكسر. بص لقى الملاك جبرائيل واقف قدامه، قال له اكتب هالعذراء وانت مش هتموت الا لما تشوف ابن العذراء هذه. قعد سمعان، الناس شايفينه 100 سنه 200 سنه 300 سنه زائد عمره، الناس كانوا مستغربوا الراجل ده، حاطينه في مكان عند مدخل الهيكل، وبعدين بيقول التقليد ان اليهود لما بيجي يختنوا طفل بعد الختان بيمسكوه يحطوه على رجليه وهو قاعد كده ما بيتحركش، ويقولوا ربنا يدي لك عمر سمعان الشيخ، ربنا يدي لك عمر سمعان الشيخ. فضل قاعد متطلع لغاية ما جه المسيح يسوع مع يوسف والعذراء مريم، ودخلوا عشان الختان. الختان أول ما جه يختنوه الطفل صرخ، سمعان الشيخ قام وجات له قوة وتحرك ودخل وخد الطفل على ذراعيه وقال الآن يا سيد تطلق نفس عبدك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددت لجميع الشعوب نورا استعلن للأمم، رغم أنه مجد لشعب إسرائيل.